ملف التعدي على الأراضي الزراعية ياسر من الملفات الزراعية أو من الملفات اللي بتعتبرها الدولة أمن قومي، عشان كده في تحركات من الحكومة لمواجهة الظاهرة دي والقضاء عليها تماما، وكمان تغليظ العقوبة على أي تعديات ممكن تحصل، ده سواء على صاحب الأرض أو على المسؤول عن المشروع، سواء كان هو المقاول أو المهندس أو اللي بيبني كمان. معانا الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة على التليفون. اهلا وسهلا بك يا دكتور وصباح الخير عليك. اهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير على حضرتك. عبر زوم، خلينا نقول ان في البداية ما ينفعش تبقى الدولة عمالة تعمل استصلاح لاراضي وبنحاول نضيف لرقعة الاراضي الزراعية ويحصل تعدي على الارض الموجودة بالفعل الشديدة الخصوبة، فالحكومة ابتدت تتخذ اجراءات عديدة لتغليظ العقوبة على المعتدين، اخرها موافقة الحكومة امبارح على تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبة. لو حضرتك قلت لنا ايه التعديلات اللي حصلت و تشرح لنا بشكل مبسط لو سمحت. يعني الاول اسمحي لي اشكر حضرتك، والحقيقه زميلنا الدوله المصريه زي ما حضرتك ذكرتي بتضخ استثمارات كبيره جدا في تطوير القطاع الزراعي. القطاع الزراعي مش بس قطاع اقتصادي مهم جدا بالنسبه للدوله المصريه، بيمثل حوالي تقريبا 15% من الدخل القومي، بيمثل حوالي 25% من القوى العامله، بيمثل يعني جزء كبير جدا من صادرات السلع المصريه، يمكن خمس الصادرات بتطلع من قطاع الزراعه، فهو قطاع اقتصاديا مؤثر، قطاع مجتمعيا ايضا له تاثير كبير جدا، احنا بنتكلم على تقريبا نص الشعب المصري من الفئات سكان المناطق الريفيه بيتاثروا بقطاع الزراعه، وطبعا الدوله المصريه كانت حريصه على تطوير المجتمعات الريفيه وانفقت 700 مليار جنيه من خلال مبادره حياه كريمه، والحقيقه حرص دائم من الدوله المصريه على تطوير سكان الريف، تطوير حياتهم ومعاشتهم، ده كله بيخلينا نقول ان كمان هذا القطاع قطاع مؤثر، اضافه الى اثره البيئي، احنا تقريبا كل معدلات التنميه المستدامه بتتحدث عن القطاع الزراعي واهميه القطاع الزراعي، وبالتالي هو ايضا له اثر بيئي هام جدا، يبقى كل مقدرات الدوله المصريه بتتاثر بقطاع الزراعه بشكل او اخر. طيب بغير ده كمان ان الامن الغذائي للمواطن المصري خلال حتى الازمات والجوائح اللي بتاثر على العالم هو الصلب بتاعه هو الغذاء، ان القطاع الزراعي يوفر غذاء للمواطن المصري، وبالتالي فهو قطاع ايضا هام من اجزاء الامن القومي المصري واجزاء الامن الغذائي للمواطن المصري، وبالتالي الاهتمام اصبح مضاعف بهذا القطاع لاهميته الكبرى في كل النواحي. عشان كده الدوله ضخت استثمارات زي ما حضرتك قلتي، وطبعا عمر ما يكون مسموح ابدا ان حد يعتدي على رقعه ارض ويكون في نفس الوقت بيحصل على خدمات من الدولة، لأنه مش بيعتدي على قطعة أرض الحقيقة، هو بيعتدي على كل مقومات التنمية داخل الدولة المصرية طبعا. فالموضوع محتاج وقفة حقيقية حقيقة، عشان كده الدولة كانت أخذت قرار بوقف كل أنواع الدعم اللي بيحصل عليها المواطن اللي يعتدي على رقعة أرض زراعية. هل فقط الدعم ولا الخدمات أصلا؟ يعني لا يجوز توصيل خدمات مية وكهرباء وصرف صحي، كل الخدمات الرئيسية اللي يعني بتتوفر لدى أي منشأة، هل بيتم توصيلها للمنشآت يعني المخالفة؟ لا طبعا، ما هو دلوقتي هيبقى كل الكلام ده متوقف، والحقيقه الدوله كان اخواتنا الفلاحين كانوا لما بيتكلموا على تعدي على قطعه ارض كان بيقولوا ان احنا ما عندناش فرصه ان احنا نقدر نسكن او نسكن اولادنا. دي كانت تحدي كبير جدا للدوله، والدوله قبل ما تاخد قرار في منع تعدي على رقعه زراعيه كانت موفره بديل واثنين، احنا عملنا الاول قانون التصالح لو افتكرنا، وكان الدوله المصريه بتدي تصالح مع كل من خالف وكل من بنى بشكل غير متوافق مع احكام القانون ان هم يتصالح مع الدوله، والدوله توفر له كل المرافق وكل الخدمات اللي هو محتاجها، وكان صدر توجيه ان يكون المحاسبه لسكان المناطق الريفيه باسعار مخفضه جدا، احنا كنا بنتكلم في 50 جنيه للمتر في هذا التوقيت. ايضا الدوله المصريه بتضخ مليارات مش بس في قطاع الزراعه انما كمان في القطاع السكني، علشان نقدر يكون في مصدر او في مكان للسكن بديل لكل سكان مصر، وبالتالي اصبح في فرصه للسكن، فرصه لتقنين اوضاع المباني اللي موجوده، وبالتالي في الحاله دي المبنى اللي موجود مخالف والمبنى اللي بيعتدي على القطعه على رقعه ارض زراعيه ده حد بيتعمد ان هو يؤثر على الاقتصاد، لان كده اصبح الموضوع مش منظور اهداف سكنيه او اهداف مجتمعيه، انما الحقيقه اهداف المجتمعات الدوله بتحققها على ارض الواقع، فما ينفعش ان انا اعتدي على قطعه ارض، علشان كده الدوله
بتوقف كل الخدمات اللي ممكن يحصل عليها المرافق او الاحتياجات الاساسيه، كمان الدعم اللي كان بياخده هذا المزارع، احنا كنا بندي دعم للاسمده يقدر بحوالي 7 مليار جنيه، طب هي قطعه الارض احنا بنعتدي عليها، طب انا ندي دعم ليه في الاسمده للفلاح او للمعتدي على قطعه ارض للي ارتكب جريمه في حق هذا الوطن؟ اكيد طبعا ما ينفعش. وطبعا هيبقى في ارتباط مباشر ما بين الدعوم الاخرى زي دعم التموين او الدعم السلعي او بعض انواع الدعوم الاخرى، هيبقى في ارتباط وثيق ما بينهم وما بين من اعتدى على رقعه ارض، لان زي ما قلنا احنا بندي هذه الدعوم للحفاظ على التنميه الاقتصاديه والتنميه المجتمعيه والحفاظ على الامن الغذائي للمواطن المصري. طب لما حد بيؤثر على كل هذه المقدرات اكيد ده طبعا هيبقى في اتجاه قوي من الدوله للحفاظ على مقدرات الوطن والحفاظ على معدلات التنميه فيها، وبالتالي تم اعتبار هذا الامر. وايضا يعني كان في توجيه صدر لمعالي وزير العدل باصدار قانون باعتبار ان التعدي على الرقعه الزراعيه هو جريمه مخله بالشرف، وده امر في غايه الاهميه، لان هو مش بيعتدي تاني، مش بيعتدي على حته ارض، انما ده بيعتدي على الدوله المصريه ككل في كل اركانها وكل معدلها. نعم، إذا دكتور محمد، هذه القرارات الجديدة اللي اتخذتها الحكومة في الاجتماع بالنسبة للمشرفين على بناء التعديات اللي هو المقاول والمهندس، شايف إن ده هيكون رادع للمعتدين؟ طبعًا، إن الفكرة إن أصبح دلوقتي قطعة الأرض دي أنا شخص اعتديت عليها، وفي ناس ساعدتني في تنفيذ هذه الجريمة، إن أنا المهندسين والمقاولين والمعدات. الحياة الدولة المصرية كمان أصبحت بتنظر إلى ملف التعدي مش بوجود مبنى على الأرض، إنما إحنا بننظر لملف التعدي بمجرد وجود معدات ستستخدم في التعدي. فمن يرتكب هذه الجريمة هو يعلم أنه يرتكب جريمة ليس في حق نفسه، وإنما في حق الوطن وفي حق كل أفراد المجتمع. بيرتكب جريمة إن هو بيقلل من فرص توفير الغذاء للمواطن المصري، بيرتكب جريمة إن هو بيقلل من فرص التنمية للمواطن المصري، بيرتكب جريمة إن هو بيمنع عملية التنمية المستدامة. لأن الحقيقة النظرة في هذا الأمر، أنا لو بنيت على قطعة أرض فهذه القطعة هتؤدي إلى هجرة بعض الناس من الريف إلى المدن، لأن هم إذا ما كانش في أراضي زراعية موجودة للريف هيشتغلوا في إيه؟ مش هيلاقوا مكان يشتغلوا فيه، وبالتالي هينتقلوا. الدولة عمالة تنفق في خدمات ومليارات علشان نبني وعلشان نعمر هذه المناطق ونعمل مناطق خدمية ونوفر لهم كل احتياجاتهم الرئيسية من الخدمات ونوفر لهم كل أساليب الحياة الراقية والكريمة من خلال مبادرة حياة كريمة، ويجي مقاول أو يجي بعض العمال أو يجي بعض المستفيدين والمنتفعين هم يعتدوا على رقعة الأرض الزراعية. لو مش مقدرين قيمتها دي مشكلة، ولو عارفين قيمتها وعارفين إن هو الأثر السلبي اللي موجود، ويمكن ده دور الإعلام معانا الحياة في توعية كل المجتمع المصري بأهمية وقيمة الرقعة الزراعية وأهمية القطاع الزراعي، ده طبعا الحقيقة بيبقى دور أكبر عليه وجريمة أكبر عليه. أكيد. طيب يعني لما نيجي نقول دلوقتي أو نقيس حجم الأراضي المتعدى عليها في مختلف المحافظات، نقدر نقول إن إحنا عندنا نسبة كام مقارنة بالفترة اللي فاتت اللي إحنا كنا عارفين إن فيها يعني تعدي كبير على الأراضي الزراعية، إلى أن اتخذت الدولة موقف شديد الحزم ووقفت هذا التعدي؟ يعني لو بصينا كده هنلاقي في الفترة من 2010 2011، الفترة دي شهدت حجم تعديات ضخم جدا على الرقعة الزراعية. طب وفي التاريخ بتاعنا احنا تقريبا حوالي 400 ألف فدان تم هدرهم خلال التعديات على الرقعة الزراعية في أوقات مختلفة من عمر هذا الوطن. ثم بدأنا من 2014 يحدث حالة من حالات الاتزان، بدأنا الأمور تستقر شوية، حالات التعدي تقريبا يعني بيبقى فيها وقف ورادع مستمر، وما كناش بنسمح بحالات التعدي، وكان بدأ يحدث اتزان في هذا الأمر. بدأنا في الفترة الأخيرة يكون عندنا عدد حالات التعدي أقل من عدد حالات الإزالة، يعني كل حالة تعدي بتبقى موجودة بيتم إزالتها، وأحيانا بيتم إزالة بعض التعديات من التعديات القديمة اللي كانت موجودة. ويمكن احنا عندنا بالتنسيق مع وزاره التنميه المحليه بيبقى في الموجه 19 دلوقتي شغاله، والحقيقه في حمله ازالات لكل من تعدى على الرقعه الزراعيه. وهرجع تاني اؤكد ان الدوله ما بتاخدش قرار غير وهي موفره البديل للشعب، لان الهدف هو هدف تنميه المجتمع. فاحنا قبل ما كنا بنتكلم في تعديات او بنتكلم في اي حاجه، احنا بدنا نتكلم على قانون التصالح، وبدنا نتكلم على عمليه التنميه لتطوير المناطق السكنيه.
إذن هناك تنسيق دكتور محمد بين وزارة الزراعة وجهات عديدة أو أخرى لمنع التعديات. طبعا التنسيق مستمر مع كل اجهزه الدوله، دي قضيه مجتمعيه. احنا عندنا اول حاجه احنا عندنا تنسيق مع الحكومه، لان في وزاره الزراعه مع وزاره التنميه المحليه مع وزاره الداخليه مع الجهات المعنيه بالدوله بياخدوا قرارات، ومع الساده المحافظين طبعا كلهم بياخدوا عمليه المتابعه وبياخدوا قرارات صارمه في هذا الامر. المجتمع هنلاقي عندنا جمعيات الزراعيه شريكه في هذا الامر وبتشتغل معانا بشكل كبير جدا. هنلاقي عندنا حتى كمان افراد الشعب نفسهم، احنا بدانا نعمل خط ساخن للتواصل مع المواطنين المصريين، والحقيقه لقينا ان جزء كبير جدا من المواطنين بداوا يعوا باهميه وقيمه الرقعه الزراعيه، وبالله لما حد بيرصد حاله تعدي بيخطرنا من خلال الخط الساخن وبتواصل معانا بشكل فوري، ودي فورا بيتم التنسيق مع اجهزه حمايه الاراضي اللي موجوده على مستوى الجمهوريه، وبينزلوا يعملوا معاينات ويتابعوا وبياخدوا اجراءات صارمه ضد كل من تعدى على الرقعه الزراعيه. بعد لما بياخدوا الاجراءات يا دكتور بيحصل ايه بقى في الارض الزراعيه اللي تم التعدي عليها؟ بعد ما بيحصل الازاله هل بتعود ارض زراعيه تاني؟ هل بتكون باظت او بارت؟ ايه اللي بيحصل؟ كيف يتم التعامل مع الارض الزراعيه؟ ما احنا بنتكلم ان احنا دلوقتي بنعتبر التعدي هو وجود المعدات التي ستستخدم في التعدي، مش ان يبقى في منشاه، مش بنستناها لما تبقى اصبحت هتفضل الارض ان شاء الله تعود الى امكانياتها الزراعيه. طبعا لو الارض اصبحت منشاه لا، الحقيقه بيبقى في لجان بتنزل وبتعاين وبنشوف كيف يمكن عوده هذه الارض الى حالتها المنتجه، فده الاجراء اللي احنا بنقوم بيه. ولكن في النهايه هو هذه الارض لابد من الحفاظ عليها ومنع اي تعدي فيها، لان التعدي على الرقعه الزراعيه زي ما قلت لحضرتك ده بيضرب المجتمع كله، ده بيؤثر على كل معدلات التنميه في المجتمع. وبعدين ما ننساش ان التعدي على الرقعه الزراعيه ده هيعقبه مزيد من التعديات ايضا، لان لو في مبنى موجود النهارده اكيد الدوله برضو بتكون حريصه دايما على خدمه الشعب، فاكيد هتوفر لهم احتياجات، فده تاكل من الرقعه الزراعيه، وهيبدا يكون حاله من حالات النهب، واللي مش شايف ان الارض الزراعيه هي ونشر العشوائيه. يعني الفتره اللي فاتت كان فيها سيطره على الشكل العشوائي وانشاء مجتمعات جديده بشكل منظم وصل لها الخدمات بشكل محترم، لكن لو استمرنا في البناء والتعدي ده اعتقد ان هو بيرجع الشكل العشوائي بشكل كبير. طبعا هو بيرجع الشكل العشوائي بشكل كبير، وكمان بيبقى في فرصه تاني لتعديات اخرى، فاكيد احنا بنحاول نمنع الكلام ده. عشان كده كان في توجيه ايضا صدر لمعالي وزير العدل من دوله رئيس مجلس الوزراء ان يكون في قانون او يتم استصدار تعديل ان يطاف فكره سحب الارض من من تعدى عليها. يعني هو عمل منشاه لا تسحب منه، ويعتبر دي جريمه مخله بالشرف، ويوقف من كل انواع الدعم وتتاخد منه قطعه الارض اللي هو تعدى عليها، لان دي اصبحت انت بترتكب جنايه في حق المجتمع. فكمان حتى الارض دي ممكن تسحب منك، لان في النهايه انت بتؤثر على هذا المجتمع. يمكن اللي شفناه في الفتره الاخيره من اعداد حالات التعدي نتيجه الامور والاجراءات اللي اخذتها الدوله المصريه وقرارات مجلس الوزراء الاخيره والتنسيق المستمر مع اجهزه الدوله، بدانا نشوف بوعي المواطن كمان الحقيقه، بدانا نشوف بدايه لانكسار او هو انكسار فعلي حدث في التعديات على الرقعه الزراعيه، وان شاء الله تستمر قيمه الارض الزراعيه، لان زي ما قلت لحضرتك الارض الزراعيه هي مش حته ارض بنزرعها ولا قطعه ارض موجوده، انما الارض الزراعيه دي ثروتنا الزراعيه وكان لدى الدوله المصريه. واللي فاهم ان هو لما بيبني على قطعه ارض زراعيه هو بيعلي من قيمتها للاسف، لا خالص. الارض الزراعيه هي ارض محدوده جدا، والرقعه الزراعيه هي ارض محدوده جدا، والارض الخصبه هي ارض محدوده جدا. مناطق وادي النيل دي اراضي بتزرع من 7000 سنه، البدائل السكانيه اصبحت موجوده، الاراضي اللي نقدر نبنيها اصبحت موجوده، الدوله المصريه بتتوسع النهارده اكثر من 5 مليون فدان، مناطق استثمار متكامله ومناطق تنميه متكامله، سواء انتاج زراعي او انتاج حيواني او انتاج نباتي او مناطق لوجستيه او مناطق سكنيه، كل ده اصبحت موجوده، وشفنا لكل مدينه موجود مدينه جديده النهارده، فالتوسعات السكنيه اصبحت اسهل من التوسعات الزراعيه، وبالتالي اللي شايف ان الارض النهارده قيمتها هتبقى اعلى لو بنى عليها بالعكس هو كده مش شايف المستقبل، المستقبل هو القيمه هتكون للارض الزراعيه، وبالتالي لان احنا الشعب النهارده احنا بنتكلم في اكثر من 100 مليون تقريبا 104 مليون، طب في 2020 او 2030 اسف في 2030 او 2050 متوقع ان يكون عددنا قد ايه؟ هنلاقي ان احنا في زياده،
وهنلاقي ان احنا محتاجين مزيد من الارض عشان نحافظ على توفير الغذاء للمواطن المصري، وبالتالي الارض دي هتكون ثروه كبيره، وهي فعلا ثروه واحنا بننظر اليها في الدوله المصريه على اعتبارها ثروه حقيقيه للدوله المصريه واحد اهم مقدرات التنميه للدوله المصريه. الحقيقة يعني شرح وافي من جميع الاتجاهات. احنا بنشكر حضرتك الشكر الجزير الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، شكرا جزيلا لحضرتك.